فرص العمل كمعلم مساعد في رياض الأطفال والمدارس هو مستوى B1 في اللغة النرويجية. في رأي مجلس المدينة أن هذا ليس كافياً ويطلب مستوى أعلى في اللغة. الإلمام باللغة النرويجية عند مساعدي المعلمين في رياض الأطفال والمدارس ومدارس الأنشطة سيء جداً. منذ عام 2012 طلبت البلدية مهارات تتوافق مع امتحان B1 في اللغة النرويجية عند التوظيف الجديد للمساعدين. الآن يرى مجلس المدينة أن على كل الموظفين الجدد أن يجتازوا امتحانات الثانوية. يوجد في بعض رياض الأطفال ومدارس الأنشطة موظفين بمهارات لغوية ضعيفة جداً، ما ينتج عنه أن لدى الأطفال القليل جداً من نماذج اللغة الجيدة.